إذن سينضم الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني خلال تربص شهر مارس القادم كمتربص، خاصة وأنه يشتغل حاليا كمدرب في مركز تكوين نادي نانسي الفرنسي ويحضر لشهاداته العليا حسب ما كشفه بيان في الموقع الرسمي للفاف. ولعب وادو رفقة بالماضي في نادي فالنسيان وتحت إشرافه في نادي الأخوية الدحيل حاليا القطري، ويعد الرجلان صديقين مقربين. للحديث عن هذا الموضوع يلتحق بي في البلاطو رضا ماتام لاعب دولي سابق. مرحبا. مساء خير متابعين نهار تيفي. شكرا لك رضا ماتام على تلبية الدعوة. إذن وادو لاعب دولي مغربي معروف كبير، لعب في المنتخب المغربي وفي عدة أندية فرنسية وإنجليزية وكذلك يونانية، يملك الخبرة طويلة في الطاقم الفني للمنتخب الوطني للحصول على شهادة اليوفا برو كمتربص في المنتخب الوطني رفقة الناخب الوطني جمال بالماضي. بين مؤيد ومعارض أحدث هذا الخبر ضجة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الوسائل الإعلام المغربية أيضا. ما رأيك رضا ماتام كلاعب دولي سابق؟ والله شوف، اولا وقبل كل شيء لازم نكون واقعيين. جمال بالماضي هو مدرب محترف، هو ادرى بكل ما راهو صاري في محيط الفريق الوطني، في يعني محيط الفيدراليه الجزائريه لكره القدم. انا نظن باللي اختياره لهذا يعني اللاعب الدولي ودو اللي عنده 59 سيليكسيون يعني مش لا، هو اختيار يعني حسب رايي انا اختيار صعب، لان جمال بالماضي لكن هو ادرى كمتربص فقط. لا يعني انا نظن حسام باللي عنده لا ليسونس يوفا ا برو. انا قريت وشفت المسائل، عنده لا ليسونس يوفا ا برو. الان مجيء لهذا المدرب مساعد او فهمتني هو في تربص ولا هذيك، هي شيء اخر، لان حساسيات كثيره في الجزائر. يعني للتوضيح فقط تريد القول سواء كان مساعدا او متربصا مرحبا به في المنتخب الوطني ولا مانع في ذلك. هو شوف لازمنا نرحبوا به، لأن هو 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 يعني صحيح. المغرب مغرب شقيق، المغرب والجزائر وتونس بلد واحدة يا أخي، لكن الأمور من جانب يعني شوف جانب الحساسيات الاحتراف، من جانب أنا نتكلم لك حسام، جانب الحساسيات تاع يعني الشعب الجزائري. الآن بالماضي هو أدرى بما هو صار في يعني في الفريق الوطني، راح يأتي يعني بلاعب قديم فريق وطني، راح تكون يعني كيما نقول لك دي فوا اخرين، كيفاش دار هذا وما دارش هذا والاختيارات تاع المدرب، يعني اجتنب كل هذا ما 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 ما, ما سوف يقال في هذيك، خاصه الحساسيات في أجيال. في كل الاجيال، في كل الاجيال، جيل الثمانينات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مغربي يمر مره اخرى من هنا، وهذه المره هذه مع اعلام النهار. اعلام النهار يعني قناه جزائريه كانت في السابق تعادي المغرب كثيرا، لكن مؤخرا يعني صارت عندها واحد لغه ثانيه مغيره للغه اللي كانت تستعملها في الماضي تجاه كل ما هو مغربي. دابا انتم سمعتوا هذا الموضوع، هذا ندخلوا في الصلب ديال الموضوع. وادو لاعب مغربي سابق دولي مغربي، لعب 59 ماتش مع المنتخب المغربي وعاش في فرنسا، كبر في فرنسا بحاله بحال بالماضي المدرب ديال المنتخب الجزائري، وكانوا صحاب في لا فرنسا، كبروا ولعبوا كره بجوج وصحاب وجمعتهم لفرقه قطريه بجوج وصحاب. دابا تبعنا هذا الموضوع، هذا لقينا وادو باغي يدير ستاج تربص، تما تربص ستاج مشى للمنتخب الجزائري بحال تقريبا بحال واحد خدا لا ليسونس في شي حاجه ولا انجينيور وبغى يدير ستاج مع شركه في العالم. الوغ تيصيفط السي في ديالو، تيعرف ربما المدير ديال ديك الشركه، تيعيط ليه تيدير ستاج عادي. راه هادشي هو اللي واقع. هاد وادو هذا هو لاعب مغربي سابقيه
ولكن راه عادي عادي باغي يدير 16 في المنتخب الجزائري بحكم بالماضي صاحبه وبحكم ربما شاف بانه غيستافد منه اكثر. دابا المشكل ديال هاد الاعلاميين هادو مازال اصلا ما حسموش غير بيناتهم الى سمع النقاش ما عرفوش واش هو تربوس ولا السيد خدام. دابا تقريبا الاعلام الجزائري طبخ هاد القضيه هادي ومازال ما حسمش ما عارفينش واش السيد هيغا هايرد يعني وظف كأحد طاقم فني ديال المنتخب الجزائري ولا هو غير ستاجير. كان ستاجير مسألة عادية وحتى إذا كان طاقم عضو يعني في الطاقم الفني مسألة عادية اللي بين المدرب وبين ذاك اللاعب. ولكن هانتوما شوف أن هذا الموضوع هذا اللي هو بسيط عادي جدا عادي جدا واش هادو ما فهمتش والله العظيم ما تنفهمش بعض المرات هادو كيفاش يفكروا كيفاش يفكروا بالمرة كاع. يعني واش المغرب مش هم مدرب جزائري كاين في المغرب حاليا بن شيخة يجول و يعني بالأندية المغربية هو في الجديدة كان في الرجاء كان هو في وجدة كان في طنجة ما خلا فين مشاوجة زائد ماشي واحد ولا جوج راهم كتار اللي تيدربوا في المغرب حاليا زائد الطاوسي مع الزكي كيدربوا في الجزائر. شنو الغريب في هذا الخبر هذا؟ شنو الغريب مثلا الا كان المنتخب المغربي الجامعه المغربيه لكره القدم جابت واحد سبيسياليست في الفوت دوريجين الجيريان من لافرونس وين هو المشكل؟ هذا اصلا هذا كان لاعب دولي سابق في المغرب وعايش في لافرونس هو ستان فرونسي بروميرمون شحال مدرب فرنسي اصلا درب المنتخب الجزائري شحال مدرب اجنبي درب المنتخب وما هذا غير ستاجير ستاجير يدير ستاج الور بينه وبين ذاك المدرب كان ممكن يقبلوه كان ممكن ما يقبلوش كان ممكن يرفض لي الطلب. يعني انا ما فهمتش ودايرين من الحبه قبه يطبخوا فيها اعلاميين طبخوا فيها في الفيسبوك في اليوتيوب في القنوات التلفزيون ماما الفيسبوكيين واليوتيوبرز شو مشكل وكيفاش شفت دي بلاطو واخدين هذا الموضوع تيحكوا فيه ومازال اصلا ما حسموش بيناتهم ما حسموش واش على العموم. انا الضيف انسان رائع الضيف تقريبا راه حامل الحموله الفكريه اللي عندي انا تقريبا الشيء اللي قلت هو اللي قال داك الشيء ما تطابق ولكن فين هاد المهم شوف مع ليزاجيريان ضروري لا بوليتيك ودو عايش في لافرونس تيقلب على رخصه في التدريب تيقلب على دي ستاج لقاه في الجيري مع بالماضي بحكم الصداقه لا اقل ولا اكثر وبحكم شاف راسو بانه غيستافد اكثر من بالماضي بحكم انه دا لكوب دافخيك وداك الشيء كما قلنا تيبقى بيناتهم. شوف فين وصلوا الموضوع فين طوروه انا غيتدخل واحد السيد اخر اللي غيقول المسألة عادية وهذه عادية هذه ما محتاجاش شي حد آخر أنه يقول عادية ولا ما عادياش ولكن شوف الموضوع ديال شوف الموضوع اللي من هذه القناة هذه واخا ترطبات ولكن مسيسة بزاف وأنتم تشوف شنو غادي يقولوا شوف الموضوع ديال وادو حتى الجامعة الملكية المغربية ما جيبهاش الخبر هذا الموضوع هذا كاع ما عطيهاش حتى قيمة كاع بالمرة. شوف هما كيفاش غادي يوظفوا هذه القضية ديال وادو وغادي يدخلوها في يعني في اشكاليه سياسيه بين المغرب وبين النظام المغربي والنظام الجزائري ولا بين المغاربه والنظام الجزائري وهانتم غتسمعوا اسمع ربما شوف حسام ربما عندي راي واحد اخر ربما اليوم الناخب الوطني جمال بلماضي حب يفتح صفحه جديده في العلاقات بين الاتحاد الجزائري والاتحاديات العربيه يعني حب يفتح صفحه جديده باسكو علاه حنا بانت لنا شويه غريبه لماذا؟ لان ماناش متعودين مثل على مثل هذا التعيينات اليوم كي جات التعيين تاع التربص تاع المغربي عبد السلام وادو بانت لنا بلي كيك شوز دا نورمال يعني لهذه حسام لهذه شغل لاول مره صارت هذه في الجزائر ولو انه رشيد نعم. فقط سامحني فقط رشيد ولو انه نعم. العلاقه بين الاتحاد الجزائري والمغربي ساءت مؤخرا بسبب كاس افريقيا للامم داخل القاعه نعم لتنظيم يعني كاس افريقيا داخل القاعه التي تم تنظيمها بمدينه العيون المحتله خسئت وخسئ امثالك العيون مدينه مغربيه واحتضنت لكوب دافخيك بقاعه جميله جدا وبانفخاستركتور سبورتيف ونذكرك بان العيون عندها
مسؤولين منتخبين محليا وما عندهمش المشكل وهما الوحيدين اللي من حقهم يرفضوا واللي يقبلوا التظاهرة، ماشي انت من البلاطو يا اعلام العسكر. من طرف النظام المغربي انتم شفتوا حتى ذاك المتدخل حتى هو زاد اكدها، زاد اكد داكشي اللي قال اعلامي قناه النهار واللي غنسميها اعلام العار، واخا قلت بان اللغه ديالها تبدلات ولكن مازال تتمارس هذا الخطاب، هذا ما الناس فين وصلوا وما مازال واحلين في لا ريتوريك اللي اكل الدار وعليه وشرب، ما عارفينش بان ما بقى والو الا البوليزاريو انها غادي تمشي في حالها بالمره كاع والدوب، وحتى الا بقات راها في تندوف والصحراء راها في المغرب والمغرب راها في الصحراء. المهم انتم شفتوا كيفاش الموضوع ديال والدوب شوف فين وصل. يلا كملوا. نظن هذه ربما هذا جانب سياسي حسام سيبي، ولو ان الجانب السياسي عنده علاقه مع الجانب الرياضي، لان يقولوا في بعض المصادر ان السيد فوزي لخجع رئيس الرابطه الملكيه المغربيه لكره القدم هو اللي ادى باحمد الى تنظيم كاس افريقيا للصالات في العيون، لان عندها سوابق سياسيه. لكن اليوم احنا نقولوها صراحه، يعني عبد السلام وادو ما عنده حتى علاقه مع هذا تنظيم كاس افريقيا في العيون. هو لاعب قديم في المنتخب، واظن انه يقيم في فرنسا. هو الان يعمل كمدرب في الفئات الشبانيه لنادي نانسي الفرنسي. هانتوما يا الخوت كما سمعتوا، هاد الناس هادو جالسين غير تيدخلوا ويخرجوا في الهضره غير بوحدهم، جالسين ضاربين مع راسهم، والمغاربه ما جايبينهمش الخبر بالمره كاع. هاد ودو هذا لاعب سابق مغربي، ايه فرنسي الجنسيه وعايش في فرنسا وكبر في فرنسا، بينو بين داك بالماضي خدموا ما يخدموش، هذا سوقهم. اش دخل المغرب في هاد الهضره هذه كلها كاع؟ اش دخل المغرب في هاد الهضره هذه كلها؟ علما ان المدربين الجزائريين راهم تيدربوا حاليا معززين مكرمين راهم عايشين في المغرب، وحتى الثوار ديالكم كاع، الثوار ديالكم اللي انتم طردتوهم اصلا للنظام العسكري تدافع عليه قناه النهار، عندك بوضياف، عندك العائله ديال خيضر، عندك ايد بالقاسم والعائله ديالو هي لاليس طويله، هذول عاشوا في المغرب، عاشوا في المغرب وعائلتهم عاشوا في المغرب، عايشين في المغرب. هادو الثوار اللي ثاروا اللي جابوا لكم الاستقلال والعسكر طردوهم، راهم عاشوا في المغرب معززين مكرمين. بوضياف عاش في المغرب حتى دخل الجزائر تقتل، يعني المغرب راه بلد من ضياف الجزائريين. واش فهمتي؟ بقاو انتم جالسين تبدا تطبخوا في الخوا الخاوي، وادو راه ما جايبين ليش الخبر، لاعب سابق في المغرب سيتو، يعني ما تحاولوش تبدا تخلطوا بين الامور. وزائد ان العيون راه في المغرب، المغرب راه في الصحراء، والبوليزارو راه عندكم بخروا بهم، ذات سات. هذا هو يعني والله ما عرفت انا بعدا صراحه، نبغي نتجاوز انا هذا الموضوع هذا ديال الجزائر والمغرب، ولكن المهم علما اننا نرد على الاعلام فقط. انا شي وحدين يقول لك الفتنه، ما الفتنه، هذا راه خطاب ديالهم انتم سمعتوه، انا ردينا عليهم لا اقل ولا اكثر. وبقولنا هذا يعني لا نقحم الشعب الجزائري، احنا نردوا على قناه النهار لا اقل ولا اكثر، وعلى تخين هذا اللي انت لاحظ ذاك الضيف انسان رائع جدا، نيه جيدا ما يقوله، هذا اللي يهضر في التليفون مع الصحفي جرجرو واش فهمتيني، وضروري يدخل شويه ديال لابوليتيك في الموضوع ديال ودو اللي المغرب بعيد على ذاك الموضوع. خدموه ما تخدموش، بيناتكم يا الخوت كما تيقولوا. يلا تبارك الله عليكم، ودمتم مغاربه راقيين، ونحن مع اي اعلام كيف ما كان نوعه يذكر اسم المغرب نكون حاضرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.